نرى عودة سوريا إلى الجامعة العربية وشقها العرب؟ ما المتطلبات حتى تعود سوريا؟ لا، ولا جديد في هذا الموضوع. يعني هو المقعد السوري عندما علق في نوفمبر 2011 علق في إطار ظروف معينة في هذا التوقيت. حاليا لا يوجد أي إجراءات رسمية بتتم في إطار الجامعة العربية. الموضوع لم يكن مطروحا للنقاش في أي اجتماع رسمي، لم يطلب أي طرف من الدول الأعضاء وضعه على أجندة عمل أي اجتماع. الدول العربية، كل دولة طبعا هذا الموضوع لها منطلقاتها ورؤيتها في التعامل معه، والمواقف الدول معلنة. ولكن نحن كجامعة عربية في النهاية يعني ما يهمنا هو وجود خطوات رسمية. فحتى الآن فيش أي دولة تقدمت بمذكرة رسمية لطلب أن الموضوع يتم مناقشته، لم يتم فتحه في إطار أي اجتماعات رسمية. ولكن خليني أقول أنه قبل ما نتكلم بقى إطار زمني أو هذا الكلام، هو طبعا فيش إطار زمني، بس حاليا وفقا لما نراه من نقاشات غير رسمية، أنه مش هقول اختلاف في الرؤى، ولكن هناك رؤى من منطلقات مختلفة، بما يعني أن التوافق غير متحقق حتى الآن. يعني وعشان يحصل القرار نتصور أنه يجب أن يكون هناك توافق قائم بين الدول العربية لاتخاذ قرار مرة أخرى يلغي قرار نوفمبر 2011. فحتى الآن لا نرى أن هذا التوافق يتحقق، ودلالة ذلك ما ذكرته في البداية، أنه ما فيش أي طرف حتى الآن طلب بحث هذا الموضوع بشكل رسمي. يعني الأطراف مدركة بما فيها الأطراف التي مساندة تماما لعودة سوريا إلى مقعدها، مدركة أن هناك تعقيدات، أن هناك أبعاد متشابكة، أن هناك بعض الاحتياجات ربما التي لم تتوفر حتى هذه اللحظة.